نعود إلى مراسلنا من هناك عميد شحاتة. إذا عميد، شهيد جديد، ماذا في التفاصيل؟ نعم، لغاية الآن تحدث المواطنون هنا أن الشاب الذي تم نقله من داخل البيت هو مصاب وليس شهيد، هذا ما يتحدث به المصادر المحلية لغاية الآن في انتظار تأكيد من المصادر الطبية الفلسطينية. يتحدثون عن أن الشاب الذي تم نقله الآن في سيارات الإسعاف من داخل أحد المنازل هنا بأنه مصاب بحالة خطيرة، ننتظر تأكيد وضعه الصحي من خلال الجهات الرسمية الفلسطينية في وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني. الأوضاع متوترة جدا في مخيم بلاطة، تم نقل العديد من الإصابات بالرصاص الحي من هذا المخيم، بعضها بحالة خطيرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي باتجاه الشبان الفلسطينيين. شهدنا فعليا إصابة لشابين فلسطينيين مدنيين بالرصاص الحي، أحدهما تم نقله بحالة خطيرة، وأيضا أصيب مقاتل فلسطيني بالرصاص الحي في يده، وكان هناك اشتباكات عنيفة جدا في هذا المخيم خلال محاولة عشرات المقاتلين الفلسطينيين من مخيم بلاطة التصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام استمر لأكثر من ساعتين ونصف تقريبا لهذا المخيم في محاولة لاغتيال قائد من مرة نجاته من محاولة لبكات وشيء. عميد، نتمنى منك يعني أن تكون في مكان يؤمن إرسال جيد، لأننا لا نستطيع أن نسمعك حالياً. إن كنت تسمعني أرجو منك التحرك باتجاه بقعة تؤمن إرسال أفضل. نعم، سنتحرك الآن باتجاه منطقة أخرى. سنتحرك الآن باتجاه منطقة أخرى، هل تسمعونني بشكل جيد الآن؟ نعم، نحن نسمعك عميد. بحسب أيضا وزارة الصحة الفلسطينية، نعم، فقد تم الإعلان عن استشهاد بالفعل الشاب، وهو هنا إصابة أيضا، هنا إصابة، فارس عبد المنعم محمد، نعم، حشاش. إذا استشهاد الشاب فارس عبد المنعم محمد حشاش برصاص الاحتلال بحسب، نعم، وزارة الصحة الفلسطينية. نعم، والآن يتم نقل إصابة أخرى من داخل المنزل. معظم الإصابات تم نقلها من داخل المنازل، إن كنتم تسمعوني إني جيدا في كل زقاق من أزقة مخيم بلاطة. عندما تمكن الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى الأزقة يتم نقل الإصابات من داخل المنازل. الآن تم نقل إصابة من النقطة التي نقف فيها الآن، من هذا المكان تم نقل إصابة بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي. نذكر مرة أخرى، معظم الإصابات تم نقلها من داخل المنازل خلال إطلاق كثيف للنيران باتجاه منازل الفلسطينيين في هذا المخيم. تم نقل الإصابة الآن، وهناك تأكيد من وزارة الصحة الفلسطينية خبر استشهاد شاب في المخيم. في هذه النقطة كان اشتباكات مسلحة عنيفة جدا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي نصب كمينا للمقاتلين الفلسطينيين في محاولة للإيقاع بهم، ولكنهم تمكنوا من الانسحاب بعد اشتباك مع جيش عميد. هذه الاشتباكات التي تبعناها وإياك مباشرة على الهواء، كم تبعد عن المنزل الذي تتم محاصرته؟ لا تبعد أكثر من 100 أو 150 مترا فقط عن المنزل الذي تمت محاصرته. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنشط في هذه المنطقة، والاشتباكات خلال
انسحاب أو إيهام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمقاتلين الفلسطينيين بالانسحاب. الاشتباكات حصلت على بعد أقل من 100 متر تقريبا من المنزل الذي حاصره جيش الاحتلال الإسرائيلي. نشاهد هنا آثار القنابل المحلية الصنع، هذه هي الأكواع المتفجرة التي كانت تلقى على جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعشرات خلال اقتحامه لمخيم بلاطة في نابلس. أسفر هذا الاقتحام عن شهيد وعدة إصابات بعضها بحالة خطيرة خلال نصب كمائن للمقاتلين الفلسطينيين الذين لاحقوا جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن انسحب من المخيم. وكما يقول الناس هنا بأنه فشل في تحقيق أهدافه باغتيال قائد كتيبة مخيم بلاطة. انتشار كبير للفلسطينيين داخل مخيم بلاطة في المنطقة التي شهدت الاشتباكات والاقتحام ومحاصرة للمنازل. نشاهد الآن